أذهب للسيدة أورنيلا سكر، الباحثة والكاتبة الصحفية المتخصصة في العلاقات الدولية. مرحبا من جديد بحضرتك. بعض المراقبين بيروا أنه الخسائر من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله طالت الجانبين، وهذا بفرار الألاف من السكان من منازلهم على جانبي الحدود. أي أطروحات سواء من جانب باريس أو واشنطن أو كل الاتصالات الأممية التي جرت للوساطة، يمكن أن تجبر الطرفين على وقف التصعيد أم ماذا يجبرهم على وقف التصعيد في رأيك؟ مرحبا، بداية لك ولقناة القاهرة الأخبارية. أولا لا شك أن هناك مساعي للتهدئة والتوصل إلى حلول دبلوماسية، ولكن أنا أعتقد أن الأمور جدا معقدة، ومن الواضح أن الأمور تذهب باتجاهات معقدة جدا أمنية وعسكرية وسياسية. ولكن هذا لا يلغي أن الطرف الأمريكي حتى الساعة لا يزال يحاول منع وقوع أي حرب في لبنان، وهذا واضح لأن كل الساحة اللبنانية مهيئة لاشتعال الحرب، ولكن الأمور لا تزال موضع تسوية، موضع تفاهمات، وخاصة أنه الحادثة الأخيرة اللي صارت بموضوع مجدل شمس، حيث عبرت عن محاولة لاستدراج الساحة اللبنانية، ولكن الجميع بلبنان بما فيه رئيس حزب التقدم الاشتراكي عبروا عن انه، وحتى وزير الخارجيه عبروا عن مساعي دبلوماسيه، لانه جماعه ما بدهم توصل الامور لهذه المواصيل. بس ولكن اسرائيل تحاول انها تستدرج المنطقه الى حرب اقليميه واستغلال الاقليات وتحريك جبهه الجولان، هذا واضح يعني من التصريحات الاسرائيليه بالاستعداد لهذا الوضع. ولكن أنا أعتقد الأمور كلها ممسوكة، وخاصة أنه وحدة الساحات لم تعبر عن وحدتها أساسا، لأنه بعد كل اللي صار بشمال فلسطين المحتلة وكل ما جرى بغزة ما شفنا وحدة ساحات حقيقية، وما جرى بالأمس في الجولان يدلل على أنه الطرفين مستفيدين من هذه البروباغندا الإعلامية بمكان ما، وعبرت عن فضيحة أساسا، لأنه في عدة اعتبارات أنه معقولة أنه واحد بيكون هالقد عم بيهدد بهدهد بيطلع عمليا خطأ بموضوع المسيرات أو إسقاط الطائرات بطريقة خطأ تنزل على الأطفال تقتل الأطفال. أنا أعتقد أنه هذه محاولات كلها لأنه إيران تستفيد من الملعب السوري و الملعب اللبناني، لا تفاوض مع الغرب بقضايا الضغط التي يتم الضغط عليها داخليا في إيران، وقد تنجح في ذلك وتكون ضحية هذا الموضوع سوريا ولبنان، وهذا لا نستبعده يعني عمليا. ولكن أنا لا أتوقع أنه المساعي سوف تذهب أبعد مما نشهده، نوع من عرض العضلات والتوترات الأمنية والاستهدافات على هذه الشكل المحدودة، ولكن أن تتوسع الأمور باتجاهات أكبر من ذلك أنا أستبعد، خاصة أنه لا نزال في موضع انتخابات أمريكانية، ويعني من المتعارف أنه أمريكا لا تريد دماء في فترة الانتخابات الأمريكية.